من مصر أرض الكنانة تعاضدت أصوات العروبة والإخاء، من مصر الشقيقة الكبرى جاءت رسائل الدعم والسند. مصر التي عبرت برليف وكنا معها على خطوط المواجهة المخضبة بالتضحيات والدماء، مصر التي كانت عمقا للمجاهدين الذين أذاقوا الطليان مرارة الهزيمة النكراء، فبنى الفاشيون على إثر ذلك حدودا شائكة من الأسلاك. ورغم مرارات التاريخ المليء بأمجاد المصري وأيام النكسات، إلى أن الشعبين لطالما كان دأبهم دأب الأحبة الأشقاء. اليوم مصر وليبيا يواجهان أطماع الغزاة الأتراك، يواجهان تهديدا وجوديا تقوده جوقة الإخوان والإرهاب، ليرتفع صوت القبائل مع الجيش الوطني الذي قرر المواجهة مهما بلغت التضحيات، لتعلن مصر أنها لن تتأخر عن معركة الأمن القومي العربي ضد شراذم الانكشاريين ومتطرف الإخوان والعملاء. أهلا بكم في نهاية الأسبوع. وفي هذا السياق مشاهدينا، ينضم إلي هنا في الاستوديو عضو مجلس النواب الأستاذ إبراهيم الصغيد، أهلا وسهلا بك. وينضم إلينا أيضا عبر الهواء مباشرة من البيضاء المستشار إدريس الدرسي، نائب رئيس المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية ورئيس وفد القبائل في اجتماع القاهرة. وينضم إلي عبر الهواء مباشرة من القاهرة لاحقا العميد سمير راغب، رئيس المؤسسة العربية للدراسات الاستراتيجية. أهلا وسهلا بكم جميعا في نهاية الأسبوع. وبداية معك سيادة النائب إبراهيم الصغيد، كيف تبعت زيارة مشائخ وعيال ليبيا لجمهورية مصر العربية ولقائهم بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي؟ تفضل. أولا أسعد الله مساك أستاذ صباح. أهلا بك. وأيضا السادة المشاهدين الذين يتابعون الآن من خلال قناة ليبيا حدث. فيما يتعلق بالوفد الذي ذهب إلى مصر من مطار بنين الدولي، مشايخ وعيان وحكماء، هم في حد ذاتهم يمثلون الشعب العربي الليبي، وهم من اختاروا مجلس النواب، وهم من دعموا القوات المسلحة، وبالتالي لديهم حتى شرعية من مجلس النواب الجسم الشرعي في ليبيا. وهناك مقولة تقول عند حضور الأصل يكفي أو يكفى عن الوكيل، يكفي حضورهم يكفي عن الوكيل اللي هم نحن، فحضورهم هم في حد ذاته تمثيل رسمي لمجلس النواب وللقيادة العامة للقوات المسلحة وللشعب العربي الليبي. وبالتالي نحن في مجلس النواب نحييهم على هذه الخطوة وعلى الذهاب إلى مصر للتحدث مع السيد رئيس جمهورية مصر العربية، الذي نحييه من خلال قناتنا قناة ليبيا الحدث على مواقفة مع ليبيا. وبالتالي ذهابهم إلى مصر لا ضير فيه، بل بالعكس هو دعم للشعب الليبي والقوات المسلحة والمساهمة أيضا في محاربة الإرهاب الذي دخل علينا بفعل للأسف شديد الليبيين الذين تم اختيارهم حتى البعض منهم في مجلس النواب والآن قاعدين في المجلس الرئاسي. ولولا هؤلاء ما دخلوا علينا الإرهابيين الأتراك والقطريين والمرتزقة من اليمن ومن سوريا ومن تونس ومن تشاد وكل ما تسمي من المسميات الإرهابية، ويقودوا فيما يدفعون المال العام من الخزينة الليبية، من الخزينة الليبية وهو مصدر الوحيد اللي هو النفط. نعم. طيب دعني أذهب إلى المستشار إدريس الدرسي، نائب رئيس المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية ورئيس الوفد في اجتماع القاهرة. أهلا وسهلا بك سيد إدريس. بداية، كيف كانت زيارتكم إلى جمهورية مصر العربية ولقائكم بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وكيف لمستم الأجواء العامة هناك في مصر، خاصة في أوساط تقابلتم معها سواء صحفيين أو سياسيين أو مسؤولين، وردة فعلهم من الغزو التركي وخطر على ليبيا؟ تفضل، والمنطقة ككل. مرحبا بك أخي. بداية نحب نشكر أخونا في أشقائنا في مصر قيادة وشعبا، وعلى حفاوة الاستقبال وعلى كريم رعايتهم لهذا الاجتماع. وليس غريب علي مصر، يعني على مر التاريخ كانت داعمة وساندة للشعب الليبي. أخي احنا الوفد اللي هو مكون من مجموعة أجسام تمثل القبائل الليبية شاركت في الاجتماع،
كان عندنا بعض الاختلافات في وجهة النظر. المجموعة المنظمة من الجانب الليبي وليس من الجانب المصري حجبت كلمة المجلس الأعلى للقضايا والمجلس الليبية، مما اضطرنا إلى الانسحاب من ولم نشارك في الاجتماع. ولكن بصفة عامة كان لحد ما كان جيد. الأخوة في مصر من عامة الشعب أو الصحفيين أو الناس المسؤولين اللي نحن قابلنا وياهم في جمهورية مصر على هامش هذا الاجتماع كانوا داعمين وبقوة قضية الشعب الليبي باعتبار أننا شعب واحد في دولتين. طيب، يعني الرئيس المصري سيد إدريس، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قال بشكل واضح سوف ندخل بطلب منكم أنتم كقبائل ليبية ممثلين عن الشعب الليبي ونخرج بأمر منكم، كيف تلقيتم هذه التصريحات وكيف كان وقعها عليكم في هذا الاجتماع؟ تصريح فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي نعم يدل على رغبته بالوضوح الكامل انه هو يدخل بناء على طلب الشعب الليبي ويقف بناء على الشعب الليبي، ولكن نحن كان عندنا وجهه نظر اخرى قد تكون مخالفه لزملائنا، ان نحن كقبائل نبارك ونؤيد ونشجع وندعم ونكون حاضنه اجتماعيه شعبيه في مجلس النواب القسم الشرقي الوحيد اللي موجود في ليبيا وقواتنا المسلحه التي سبق لنا وان فوضناها بالدفاع عن الوطن. فهم المخلصين بحكم اختصاصهم القوات المسلحه التي تعتبر خط احمر غير قابل للمساومه او الحوار حولها. فنحن فوضنا فهم الكفيلين او القادرين بحكم اختصاصهم في نوعيه الطلب نوع الدعم اللوجستي او العسكري او وقت او مكانه. فنحن نفضل ان يكون التفويض في قيادتنا ومجلس نوابنا الجسم الشرعي الوحيد المحترف في ليبيا محليا دوليا، بقيه الاقسام الاخرى صارت محليا. فنحن بالنسبه لنا كنا نتامل ان نطالبوا اولا، نحن كنا ماشيين لنشكر لفخامة السيد الرئيس كريم اهتمامه بقضية الشعب الليبي. نعم. طيب. ونشكر نعم. القوات المسلحة العربية المصرية اللي موقفها من الدعم، ولكن أنت عارف أن هذه جوانب فنية وتخصصية يقوم بها قادتنا في القوات المسلحة العربية الليبية، فحدثت يعني سوء فهم من جهة الإدارة المنظمة للمؤتمر بناء على ما نقل الهم المنظم من الجانب الليبي، فحجبت كلمتنا وكنا نحن نعبر عن رأينا، فنحن انسحبنا ولم نشارك في الاجتماع بشكل مباشر. نعم. طيب ابقى معي سيد إدريس وأذهب إلى القاهرة للعميد سمير راغب رئيس المؤسسة العربية للدراسات الاستراتيجية. أهلا وسهلا بك سيادة العميد في نهاية الأسبوع من ليبيا الحدث. كيف تبعت لقاء مشايخ القبائل الليبية مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي؟ نريد منك تحليل حول الرسائل الإقليمية التي يمثلها هذا اللقاء خاصة للأتراك والقطريين وحتى دول الجوار الأخرى. تحياتي لحضرتك أخي مصباح وضيوفك الكرام وجمهورك وفريق العمل. الحقيقة الرسائل كانت الرسالة الأولى بالمناسبة هي للشعب الليبي والشعب المصري، يعني ده الأساس في الموضوع، يعني لأن من حضر ممثلين عن الشعب الليبي هم يعني كما تفضل ضيفك هم الأساس، لأن هو أساس الديمقراطية، كانت الديمقراطية المباشرة، فالقبائل هي من أسس الدولة الليبية وهم الممثل الشرعي والأعلى، يعني أعلى حتى من الدستور، لأن إن كان هناك دستور فأبناء ليبيا من يكتبوه، سواء كان دستور سابق أو دستور يكتب فأبناء ليبيا هم من يطلبوه.
اللقاء ده تم بعد دعوة كريمة من البرلمان الليبي، ودليل على حرص مصر على القبائل وعلى موقف القبائل، رغم ان شرعيا البرلمان هو اللي بيمثل الكامل الشعب الليبي، لكن يعني حرصت القيادة السياسية وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لقاء القبائل. الرسالة للجميع ان مصر لن تدخل ولم تدخل إلا عندما يكون هناك طلب من جموع الشعب الليبي ممثل في قبائله وبرلمانه الشرعي. بينما تركيا دخلت من حكومة لم ينتخبها أحد، حكومة الوفاق لم ينتخبها أحد، ولم تحصل على موافقة البرلمان، ودخلت تركيا بدون أن يطلبها أحد، ولن تخرج حتى لو كل الليبيين طلبوا خروجها، لن تخرج إلا بالقوة. فدي رسالة واضحة تماما. الرئيس تحدث ولا أول مرة ربما بشكل واضح على التدخل التركي، وسمى تركيا باسمها سواء بنقل المرتزقة أو الطموحات والأطماع في قاعدة بحرية وقاعدة جوية، وما وصل له الحال في ليبيا من حالة من حالات الاحتراب الأهلي وحالات الانقسام أن سببها تركيا. تحدث الرئيس بشكل واضح وزي ما سيادتك تفضلت أن الجيش المصري لن يدخل ليبيا إلا بطلب من القبائل ولن ويخرج بأمر. فبالتالي حتى يعني لما وضع الرئيس الخطوط الحمراء ينتظر حاجتين، طلب من الشعب الليبي وموافقة من البرلمان المصري، فيما عدا ذلك فهو مستكمل سواء كانت شرعية دولية طبقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة أو طلب البرلمان الليبي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الليبي. وتكلم الرئيس بشكل واضح على فكرة أن مصر ترغب في السلام، مصر ترغب في وقف إطلاق النار من كافة الأطراف، لكن إحنا عندنا طرف هو مقابل للسلام، يعني الجيش الوطني الليبي والبرلمان الليبي برئاسة المستشار عجيلة صالح هم قابلين لوقف إطلاق النار. وفي معارك طرابلس كان مطلوب ينسحبوا 60 كيلو، ينسحبوا أكثر من ذلك. فبالتالي يبقى طرف، هذا الطرف إما يقبل دعوة السلام، يقبل مؤتمر برلين ومخرجاته، يقبل إعلان القاهرة، يقبل القرارات الأممية ذات الصلة، يقبل حتى السخيرات. يعني السخيرات لا تتحدث عن حكومة تعمل ورئيس يعمل منفرد عن موافقة البرلمان. السخيرات كانت تدعو إلى وقف الاقتتال ومنع توريد السلاح. ما تم توريده خلال آخر 3 شهور يعني يسلح ميليشيات إن لم تكن مسلحة، فما بالك أن في ليبيا 30 مليون قطعة سلاح في إيد الشعب، يعني كما ذكر السيد غسان سلامة في فترة يعني وجوده كمبعوث أممي. فالرسالة واضحة تماما أن مصر تقدم، لازالت مصرة وتسعى للسلام، لكنها إن دعيت للتدخل سواء وصل العدو إلى الخط الأحمر أو لم يصل إلى الخط الأحمر فستلبي ندى. وكان يعني كما قال سيادة الرئيس إن إذا طلبتم نصرنا نصرناكم، أو ما معنى ذلك يعني. فبالتالي كانت الصورة واضحة أن السلام لازال هناك أفق للسلام، والدعوة كانت للشعب الليبي لأن هو أبناء شعب الليبي في جزء منهم مغرر به، وفي جزء منهم لابد أن يعلم أن الحكومة اللي بتتحكم في مقدرات الشعب غير أمينة على هذا الشعب، أتت بالمستعمر التركي تستبدل سلاح خردة من مخازن الجيش التركي بمقدرات الشعب الليبي، الوصول لمقدرات الشعب في النفط في خليج ما بعد خليج سيرت في الهلال النفطي يمثل كارثة بكل المقاييس. الرئيس تحدث في إعلان القاهرة وفي كلماته بعد ذلك على فكرة التوزيع العادل للثروة والسلطة. فكيف يمكن توزيع عادل للثروة بينما البنك المركزي وشركة النفط وإذا سقط خط سيرت جفرة يصبح منابع النفط سواء كانت منابع أو مواني تصدير أو أنابيب نفط تحت تصرف الاستعمار وحكومة عميلة أتت به. فالرسالة واضحة تماما. طيب. الآن اكتملنا كافة الإجراءات الشرعية سواء بالديمقراطية المنتخبة من البرلمان الشرعي أو الديمقراطية المباشرة الممثلة لصاحب الحق الأصيل أبناء القبائل الليبية أو الدعوة المباشرة أو ميثاق الأمم المتحدة. طيب. وأعتقد أن الشعب المصري
يعني ملتف بشكل كامل مع موقف القيادة المصرية مع الأشقاء في ليبيا، والبرلمان الليبي يعني بإذن الله سيعطي التفويض للرئيس سواء كان في قرار الحرب أو قرار السلام. فالرسالة كانت واضحة تماما، والحقيقة يعني كان الكلمات مؤثرة جدا، وكافة الكلمات كانت تشير لتاريخ من العلاقات وعلى دعم قديم متبادل ما بين الدولتين، سواء في فترة مكافحة الاستعمار من أحفاد المختار وأشقاء عمر المختار، أو ما بعد ذلك في حرب 73 في الوقفة الليبيين، ومنهم يعني المشير خليفة حفتر من رجال ليبيا اللي عبروا وحاربوا في 73 وحصل على أنواط لاشتراكه في حرب أكتوبر. الكثير الحقيقة من الليبيين الشرفاء لا ينسوا تلك المواقف التاريخية. كذلك على الجانب الآخر المصريين، ليبيا من الدول اللي يعني على مدى عقود استضافت يعني باستضافة عالية الكرم المصريين، عملوا جنبا إلى جنب مع أشقائهم الليبيين. فمن يتحدث عن علاقات استمرت 500 سنة الأحمق أردوغان فهو لا يسمي الأشياء بأسمها. نحن نتحدث عن فترة استعمار لم يكن هناك خلافة، ولا يوجد شيء اسمه خلافة ما بعد الخلفاء الراشدين. فكون أنه هو يعتبر أن تركيا أقرب للشعب الليبي من الشعب المصري، فهذا الدليل جديد على حماقته المعروفة. طيب. عنه. طيب سيادة العميد ابقى معي، دعني أعود إلى سيادة النائب إبراهيم الصغيد. أبرز الكلمات التي قالها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ولفتت انتباهك، ونحتاج إلى فهم الخطوة القادمة من قبلكم كجهة تشريعية وحيدة ومنتخبة، كيف تجهزون لما هو قادم فيما يتعلق بتفعيل الدفاع العربي المشترك خاصة مع جمهورية مصر العربية؟ تفضل سيادة النائب. أولا سنلخص كلاما في كلمة واحدة، شدت انتباهي، وأنا على ثقة تامة أن شدت انتباه كل من يهمهم تحرير ليبيا من الغزو العثماني. نعم. وهو قول السيد السيسي: إذا دخلنا ليبيا سنغير المشهد في ليبيا، سنغير المشهد في ليبيا، المشهد المظلم أو النفق المظلم من تركيا ومن ساهم في إدخالها في ليبيا من مجلس رئاسي ومن باشا آغا ومن الإخوان ومن وقع الاتفاقية بين تركيا بدون رجوع إلى مجلس النواب جسم الشرعي مخالفة للدساتير والقوانين. وبالتالي عند لقائه بالمشايخ والحكماء والأعيان لفت انتباهي كلمة واحدة قوية: إذا طلب إنجاز التعبير من السيسي ومن القوات المسلحة ومن شعبه ومجلس النواب، ويطلب من هم الوفود التي ذهبت إليه بدعم مجلس النواب ودعم الجيش، إذا طلبوا منه التدخل سيدخل ويغير المشهد في ليبيا، وهو القضاء على الغزو العثماني وعلى القوات التي دخلت مصراتة، التي بالأمس القريب قامت بتلغيم، وهذا خبر سيء طبعا. لابد المشاهدين يعوا جيدا في أشياء ربما البعض منهم ليس لديهم علم. كوبرس دادا تم تلغيمه بالكامل، نما إلى سمعي أن هناك طيارات مسيرة ضربت منظومة المياه النهر الصناعي في شويرف، واعتقد أن هذا الكلام من مصدر موثوق به. إذن الطيارات المسيرة لازالت تعمل، وهذا تدمير البنية التحتية، وهذا بشكل خطر كبير على أهلنا في طرابلس اللي إذا قطعت عليهم المياه سيموتون عطشا في الوقت الذي يعانوا من قطاع التيار الكهربائي طيلة 24 ساعة بشكل مستمر. وللأسف الشديد يعانوا، ولكن في جميع الأحوال سبب معاناتنا أهلنا في طرابلس هو المجلس الرئاسي الذي انتهى صلاحياته التي أتى بها الاتفاق السياسي. هذه المسرحية الهزلية التي أطلقت عليها أنا من زمان مسرحية هزلية، سفكوها بعض الأفاق الذين لا يعرفون مصير هذا البلد، وسمينا أن حكومة غير شرعية لأن لم تأخذ شرعية مجلس النواب. وأن جميع الحكومات في أخي مصباح وكلام السادة المشاهدين، في جميع حكومات في جميع الدول حتى الدول البسيطة اللي أقل منها حتى عدد وثروات، عندما يتم تشكيل حكومة لابد تأخذ شرعية مجلس النواب.
هذا مجلس رئاسي جاء نزل بكتوتا للسيطرة على ليبيا مدة زمنية انتهت، وبعدين مجلس النواب بالجسم الشرعي الذي احترف به جامعة الدول العربية والمجتمع الدولي إن الجسم الشرعي في ليبيا لغى الاتفاق السياسي في اجتماع مجلس النواب في فندق تبسي في بنغازي، وانتهى الاتفاق السياسي وتقديم رئيس المجلس الرئاسي ووزير خارجيته ووزير الداخلية للنائب العام لمحاكمتهم بتهمة الخيانة العظمى في توقيع اتفاقية بينه وبين تركيا بدون رجوع إلى مجلس النواب. سامحني في البداية مفروض الحقيقة نتقدم سيدة عن نفسي ونيابة عن القائد الأعلى للقوات المسلحة السيد خامنة الرئيس الذي اتصل بي قبل وصولي إلى الاستوديو، نتقدم بحالة تعازي لأهلنا في جنوب ليبي بصفة عامة وإلى أهلنا المجاحة بصفة خاصة في وفاة اللواء محمد بن نايل، ونتقدم إليهم بحالة تعازي وصلتكم والسلام، ونترحم على جميع شهدائنا من القوات المسلحة ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى. والحقيقة نحن في ليبيا لازلنا نعيش في 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 جو مظلم، ولكن بفعل القوات المسلحة المتواجدة الآن في سرت وفي الجفة. هل تعلم أخي مصباح وكلام السادة المشاهدين أن الآن تركيا تحشد قواتها في مصراتة وبعض المناطق اللي حواليها للهجوم على المواني النفطية وسيطر عليها، لأن بتشكل خطر هذه القوات الليبية على تركيا، وكل يوم طائرات تهبط في مطار مصراتة والمطارات المجاورة وقوات بحرية وجوية وطيران. معنى هذا من حقنا لتفعيل دفاع المشترك، ونطلب من حقنا أي دولة طيب من دول الجوار حق مشروع، نحن على الأقل نطلبه بموجب اتفاقيات بنفعلوها، وأيضا أعلى سلطة في البلد وهو مجلس النواب من حقه أنه يطلب، عكس المجلس الرئاسي الغير شرعي الذي ذهب إلى تركيا وتوقع اتفاقيات. وأنا بهذه المناسبة نحيي النواب في مجلس النواب التركي الشرفاء الذين لم يصوتوا على هذه الاتفاقية. هناك نواب حوالي 130 نائب لدينا حتى قائمة بإسمهم لم يصوتوا على هذه الاتفاقية، لأن عارفينها غير شرعية وقانونية، لأن بينا وبين تركيا دولتين قبرص واليونان ومصر من جانب آخر. يعني يذهب سراج يوقع اتفاقية ويخلينا عايشين في 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 جو هذا. أنا شخصيا هذا يوم الأيام السراج كان نائب في مجلس النواب وأدى اليمين دسوي بأنه يحافظ على أمن ليبيا ويحافظ على سلامتها وعلى الحرص عليها، إلا إن خان الأمانة ووقع اتفاقيات جاب بهم إرهابيين يقتلوا في نسانا في ودخلوا في بيوت أهلنا في طرابلس وسولوا عليهم. وأنا شفت مقطع حقيقة أخجلني كثيرا، ومواطن هو دخل بيته ويستاذن السوريين إنه يخش يدخل حجرة النوم. يعني مواقف من سببهن؟ سببهن هذه الاتفاقية والمجلس الرئاسي المنتهي صلاحيته. وبهذه المناسبة ندعو على الأقل أهلنا في طرابلس الذين يعيشون الويل من هذا المجلس الرئاسي، وأيضا انقطاع الكهرباء وعدم وجود المال لكي يصرفوا منا ويتحدثوا معنا بالتليفونات يوميا يقولون نعيش في ظروف صعبة للغاية، عليهم أن ينتفضوا انتفاضة من الداخل زي ما حصل في بنغازي، تأييد للجيش. وبنغازي حوالي 6000 شهيد بين قوات مسلحة وبين مواطنين وبين شباب مساند، تحررت بنغازي من الإرهاب ودرنا والموانئ النفطية. على أهلنا في طرابلس أن هم يفوقوا وينهضوا حتى يستشهدوا 100 200 300، في النهاية بكرة لابد من 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 ثورة داخل العاصمة، عاصمة كل الليبيين. عندما ذهب الجيش العربي الليبي إلى طرابلس ما ذهب من أجل احتلالها، من أجل تحريرها من هالبراثن والفساد والمال العام الذي تم يدفع للميليشيات. هل تعلم ويعلم السادة المشاهدين 4 مليار قدمها مصرف ليبيا المركزي بالتعاون مع صنع الله ومع سراج لتركيا لدعم اقتصادها بدون فوائد؟ أنا رجل مصرفي ونعرف الأمور، عندما تمنح قروض عليهم فوائد قدموا لها بدون فوائد، وفي نفس الوقت ما يرجحنش الحكومة التركية لليبيا ما ترجحنش نقدا بالدولار ولا باليورو، بل تعطيهم به مواد غذائية. نحن لسه محتاجين بضاعة 4 مليار عطوهم بضاعة، والليبيين قاعدين طوابير على المصارف ويحتاجوا حتى بمناسبة العيد في اللي غالب حتى في الأضحية ويشوف بهم عينه وقاعدين ساكتين. أنا لومي على أهلنا في طرابلس، فيهم ناس شرفاء فيهم أبطال، والسلاح منتشر في كل مكان يديروا عملية نوعية، على الأقل يشعروا هالميليشيات بأن فيه ناس
غير غابية يعني وعندها قدرة أن تواجه طيب. وبالتالي نحن دائما وأبدا نعلق كثيرا على أهلنا في طرابلس إن حيشعروا في يوم من الأيام بالظلم والطغيان كما شعرنا هنا في بنغازي والمدن المجاورة، وانتفض الشعب في بنغازي. نامل حتى أهلنا في طرابلس إن هم هذه رسالة ورجعنا رسالات، وعلى الأقل أولياء الأمور الشباب اللي جز بهم وأصبحوا وقود للحرب عليهم أن يكفوا. وبعدين يجيني واحد يجي يقول لي والله هذا جيش حفتر، هذا جيش برقات، هذا جيش كل الليبيين، وفيه من جنوب وفيه من زنتان وفيه من مصراتة وفيه من بنوليد، ونحييهم كلهم هذه المناطق السامية، وفيه من الشرق جيش المحترف اللي قائد العام القوات المسلحة والقائد الأعلى اللي هو رئيس مجلس النواب، من كل الليبيين وحتى من الزي بتاعهم ولبسهم والكلية التي تخرج اليوم دفعات من الضباط عكس الميليشيات اللي لابسين تيشيرت ولابسين صوابيط حمامات كما الله مشاهدين وكما قال الأستاذ مصباح. نعم. ومسكين حتى منظرهم يعني لا يمكن يساوي المجتمع الدولي وبعثة الأمم المتحدة بالجيش العربي الليبي المحترف وبالقيافة والانضباطية وتراتبية العسكرية بميليشيات لابسين شتت ويقتلوا في الناس حقيقة. طيب. أنا نصرب السكوت عند هذه اللحظة. طيب حنجوها النقطة. نعم. نقطة صمت البعثة الأممية. نعم. والمجتمع الدولي، لكن خليني نمشي للأستاذ دريس الدرسي. أستاذ دريس، كيف كانت يعني كواليس لقائكم مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وهل هنالك أي تصريحات كانت لكم مباشرة ربما لم تكن موجودة في اللقاء المسجل، وهل قمتم بعقد أي لقاءات أخرى مع مسؤولين مصريين أخرى على هامش هذا الاجتماع، خاصة في البرلمان المصري أو غيرهم مسؤولين أو حتى وجهاء وأعيان القبائل المصرية؟ تفضل. نعرف أن وقت الزيارة كان ضيق، يعني مجرد وصولنا واليوم الثاني كان الاجتماع، ما كنا نعقد أي اجتماعات أخرى. أن بعض الاجتماعات مع بعض الأصدقاء وبعض القبائل المصرية ولم تكن مقابلات مسجلة أو معلنة، ولكن أخي حب أنك تعطيه فرصة بس نوضح الطلبات اللي كنا نحن حنتقدم بها لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. العلاقات الليبية المصرية علاقات متجذرة بالتاريخ، علاقات عميقة جدا، ونحن انتقلنا إلى جمهورية مصر العربية استقبلنا كأننا في وسط أهلنا وناسنا، يعني كان استقبال بمنتهى الكرم ومنتهى الأريحية ومش عارف، يعني كنا موجودين في ليبيا، يعني انتقلنا لمكان آخر. نحن حدث فهم بسيط وزي ما حكيت لك عليه، أن الناس اللي في الجانب الليبي غيبوا كلمة ووصلوا الفكرة للمنظمين الجانب المصري أن هالأسامي الموجودة رغم أن المجلس الأعلى للقبائل من المدن الليبية يحتمل أكثر الأسام. نعم. الاجتماعية الموجودة في ليبيا وقدمها، لكن الجانب المصري للأسف يعني كان في تصرف فردي واعتذروا الناس في الحكومة المصرية، يعني لحد لما صعدنا للطيارة وهم ما زالوا يعتذروا على الخطأ اللي حدث، وأنه تم استبعاد المجلس الأعلى قبل من الكلمة ومن التواجد في المجلس الاجتماع. نحن لما جينا لمصر كان عندنا هدف، أول حاجة أن نحن نقدم بالشكر لأخوتنا في القيادة المصرية وفي الشعب المصري وفي الجيش المصري العظيم لكل مشاعرهم الطيبة ناحية ليبيا البلد المثالي. كان عندنا فكرة ثانية أن نحن نبارك ونأيد مبادرة السلام التي تقدم بها فخامة المستشار عقيل صالح وسيادة المشير خليفة بن قاسم حفر وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي نفس الوقت نبوظ السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم الدعم الكامل، الدعم اللوجستي، الدعم غير محدود، وذلك عن طريق قوات المسلحة العربية الليبية، لأن هي أدرى
الناس باحتياجاتها. نعم. قد تحتاج الى ضربات خاطئه جويه خاطئه. نعم، أشكرك جزيل الشكر. نعم، المستشار إدريس الدريسي نائب رئيس المجلس على القبائل والمدن الليبية ورئيس وفد القبائل في اجتماع القاهرة، أشكرك شكرا جزيلا لك. وأعود إلى العميد سمير راغب رئيس المؤسسة العربية للدراسات الاستراتيجية عبر الهواء مباشرة من القاهرة، وأعتذر على الإطالة سيد راغب، لكن كانت هنالك بعض النقاط الجوهرية من خلال هذا اللقاء كنت أريد معرفتها من خلال من حضر هذا اللقاء وكان متواجد فيه. سيادة العميد، لو انتقلنا إلى التأثير الدولي لهذا اللقاء الليبي المصري وثبات ورأي البلدين الشقيقين على المواقف اللذين عقدا العزم على محاربة الإرهاب لسنوات طويلة، نحن في بنغازي ودرنا وجدابية والجنوب ومصر في سيناء على حدودها الغربية، كيف ستكون ردود الفعل الدولية خاصة الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا؟ تفضل سيادة العميد. المؤتمر وما قبله وما بعده كانت رسالة واضحة أننا أمام جانبين، الجانب الممثل للشرعية الليبية والداعمين لي من مصر والاعتدال العربي أخذوا قرارهم فيما يتعلق بالسلم أو الحرب. الجانب التركي بيحاول يناور ويهرب للأمام، ورسائل بالسلام ورسائل بالحرب ورسائل بقبول الآخر ورسائل واتصالات، ولم يحدد بشكل واضح هل سيصل الخط الأحمر أم لا. احنا موقفنا واضح ان الخط الأحمر هو خط، يعني خط بالدماء، لا يتم تجاوزه إلا بالدماء، ولن يتم تجاوزه إلا على جثث شهداء الجيش الوطني والجيش المصري. فعشان تكون واضحة، الرسالة الأولى إن كان العالم معني بالسلام فنحن نمد أيدينا بالسلام، إن كان العالم لن يحقق الضغوط المطلوبة لخروج القوات التركية الغازية لليبيا فخيار الحرب نحن جاهزون، والإجراءات تمت وكان أحد خطواتها لقاء القبائل. نتكلم بشكل واضح، أمريكا لن تنحاز انحياز كامل للجيش الوطني، وخاصة أنها لها مصالح في من يصل للنفط، وفي الأخير أمريكا لمن غلب. لو الجيش الوطني كسب المعركة هيتصل ترامب بالمشير خليفة حفتر ويهنيه ويتمنى الحفاظ على الأمن والحفاظ على الموارد. على الجانب الآخر، لو الجانب التركي وصل للهلال النفطي هيتصل بأردوغان ويقول له حافظ على النفط وحافظ على الأمن. ده وجهة نظري في الجانب الأمريكي. الجانب الأمريكي لن يدعم حفتر ولن يدعم أردوغان في حالة انسحاب، لكن يميل أكثر في صفقات إما تجميد الصراع على ما هو عليه أو تجميد الصراع بعد أن يصل أردوغان إلى الهلال النفطي. ما بعد الهلال النفطي لا يعني ترامب بشيء، يعني تسقط بنغازي لا قدر الله، تسقط إقليم برقة كله لا يعني، يصل الأتراك إلى حدود مصر لا يعني. واضح من التحركات الأمريكية أن هناك ضغوط على الجميع. ده تحليلي، مش يعني مش نعم. مش خبر رسمي يعني بعدم الدخول في صراع في هذه النقطة في العالم. طيب. بدليل لما تركيا حبت تعمل مناورة ومصر ردت بمناورة، القوات الأمريكية ردت بمناورة، بمعنى أنها دخلت في دبلوماسية البوارج الحربية برضو لغرض إيقاف الصراع. ولكن الرهان على أوروبا أعتقد هو فرنسا كداعم رئيسي للجيش الوطني الليبي ودولة دائمة العضوية في مجلس الأمن، ألمانيا كدولة المضيفة لمسار برلين فيما يتعلق بالسلم وخروج القوات ووقف توريد السلاح. نعم. باقي أوروبا منقسمة، بريطانيا هتميل كتير للناحية الثانية يعني اللي فيها، لكن برضو لن تدعم بشكل مباشر. إيطاليا من وجهة نظري تدعم حفتر لكن لا تدعم الوجود التركي في الأراضي الليبية، عشان أنا شايف إن الناس بتقول إيطاليا بتدعم، ده أكاذيب. إيطاليا بتدعم لمصالحها حكومة الوفاق
لا علاقات مع تركيا، لكن عند الوجود التركي على حدودها الجنوبية لا تريد تركيا كما لا تريد أي دولة أوروبية، لكن تركيا فاعلة أكثر نظرا لاهتماماتها سواء باستثمارات أو تاريخ له علاقة بليبيا، لأنه يعلم أن الوجود التركي يعني وجود الإرهابيين على الضفاف الجنوبية للمتوسطي، يعني هجرة غير شرعية تحوي موجات من الإرهابيين لأقرب نقطة لإيطاليا ما بين مصراتة وصقلية. فأعتقد أن يعني الجانب التركي غير مسنود دوليا، لكن على الجانب الآخر القوى الدولية لا تضغط عليه بالشكل المناسب أن هو يخرج ولا نراهن عليها. لكن لو حسم الجيش الوطني الليبي المعركة، كل القوى الدولية هتكون معاه ولن يبقى إلا تركيا. طيب. سوى قطر فقط، لا توجد دولة أخرى تساند تركيا في معركة. واللي بيتحدث عن نيتو، نيتو أعلنها بشكل واضح أنه لا يساند تركيا في معارك ليس لها علاقة بالتراب الوطني التركي. يعني حتى لو في سوريا لما اتضربوا من الروس، الجانب الحلف الأطلنطي قال احنا ملناش دعوة، ده موضوع لأنه خارج مظلة الحلف شمال الأطلنطي وخارج فكرة الدفاع عن دولة عضو في حلف شمال الأطلنطي. نعم. فالرسالة تناولها الجميع. طبعا الرد جه سلبي من الجانب التركي ومن حكومة الوفاق، لكن هي مش موجهة ليهم في الأساس، هي موجهة للعالم أننا إن كان هناك فرصة للسلام فمرحب بالسلام ونرحب بالسلام. السلام اللي يخرج القوات الغازية، اللي يخرج المرتزقة، اللي ينزع سلاح الميليشيات، اللي يعيد المؤسسات، يعيد بتوحيد المؤسسات الأمنية والجيش الوطني الليبي تحت رئاسة القائد الأعلى. طيب. المستشار عقيلة صالح، لحين انتخاب برلمان جديد ودستور. نعم. جديد ومسار دستوري يحافظ على عودة الدولة الوطنية الليبية. سيادة العميد، قبل أن نعود إلى سيادة النائب إبراهيم الصغير، دعني أسألك سؤال وهو خطر في بالي الآن وأنت تتحدث عن الموقف الأمريكي تجاه القضايا المفتوحة على الساحة. هنالك لقاء أمريكي مصري كان على مستوى قيادات الجيش بين البلدين، يعني والولايات المتحدة ثمنت دور جمهورية مصر العربية في محاربة الإرهاب في المنطقة، ما هي دلالات ذلك؟ أنا من وجهة نظر أنا قلتها ضمنيا، يعني أعتقد أن المباحثات الأمريكية كان فيها أكيد كلام على عدم التصعيد وضبط النفس وتجنب صدام كبير ما بين دولتين أصدقاء للولايات المتحدة الأمريكية، وكلاهما له أهميته الاستراتيجية سواء كتركيا كدولة تعتبر في الحدود الشرقية والمتوسطي وعلى بوابة الدول العربية ووسط آسيا، ومصر كدولة يعني مدخل لأفريقيا ودولة محورية عربية. فأعتقد جزء كبير كان من الجانب الأمريكي، سواء كان اللقاءات اللي تمت مع السراج ومع قيادات في الغرب، او حتى مكالمات تمت مع المشير خليفة حفتر، اعتقد كلها هتكون امريكا بتتكلم فيها على الاحتكام الى التفاوض وعمليه بناء ثقه والوقوف على خطوط المكتسبه الحاليه والدخول في عمليه تحوي الجميع. اعتقد اكيد يعني لسبب، هو موضوع الارهاب ما فيش يعني حوادث في سيناء او تهدد العالم مستجده. فاعتقد ان الملف الليبي وشرق المتوسطي هيكون ليه يعني دور كبير. فاعتقد ان امريكا دبلوماسيتها سواء دبلوماسيه في يعني سكرتري اوف ستيت يعني بومبيو او سواء كان سكرتري اوف ديفنس هتكون مركزه في الفتره دي على يعني لا تكون الامور الصراع أكثر سخونة أو لا يكون أكثر خشونة، وخاصة أن أمريكا هتكون في وضع محرج جدا إذا تم يعني محق الجانب التركي، فهي إهانة للناتو حتى لو لم يكن الناتو طرف. وهناك ضغوط لدى تركيا على أوروبا وعلى أمريكا فيما يتعلق بالمنطقة أو نعم. مناطق أخرى، ولو تركيا توسعت في هذا الجزء من العالم برضو أمريكا لا يرضيها ذلك. يعني أمريكا تريد أن تعود ليبيا مستقرة دون أن تتحمل تكلفة سواء الضغط على دولة أو مواقف متشددة. حتى البيان اللي طلع
وكان بقى مجاهل ما تعرفش هو بيتكلم على مين. خرج من سفير امريكا في ليبيا، لم يخرج من وزير الخارجيه او احد مستشارين الرئيس، دليل على انه برضه مش عايز البيان يعني يستفز احد او ان يعني يعبر عن مواقف صارمه للجانب رسمي. الامريكي. نعم. الانسحاب الامريكي لا يتم الرهان عليه. وانا من وجهه نظري وبقولها دايما ان التفاوض تحصل على ما حصل عليه قواتك في ميدان المعركه وما يصل ليه مدى مدفعيتك وطائراتك. ما فيش حد بيروح يتفاوض على خطوط لم يكسبها في ميدان المعركه ويكسبها في ميدان التفاوض، سواء كان الراعي امريكي او روسي او حتى لو كان الراعي ايطالي او بريطاني. نعم، طيب ابقى معي سياده العميد، دعني اعود الى سياده النائب ابراهيم الزغيدي اذا كان لديك تعليق قبل ان اسالك في نقطه مهمه، تفضل سياده النائب. هو الحقيقه لابد ان نكون واقعيين ونؤكد على علاقتنا الأزلية مع الجارة مصر. مصر في يوم من الأيام من عهد المملكة، أتذكر النقيب حسين الكديكي هو زميله، وحسين الكديكي طبعا من مدينة جمينس، ذهب بدبابته إلى مصر للمشاركة في الحرب ضد الإسرائيليين في مصر، ورجع بعد انت العهد السابق الملكي وقيام ثورة سبتمبر. وبعد ذلك ذهب أيضا في تلك الفترة، أعتقد هو نقيب السيد الآن مشير خليفة حفتر، لابد أن نذكر هذه الأشياء لأن شاهد أعيان وشاهد العصر وعارف كل المسار. ذهب أيضا إلى مصر مع قوة وحارب، زي ما ذكر المتحدث الآن سمير العميد سمير، ذهب إلى مصر وحارب في أكتوبر في العبور وعبر وسجلت القيادة المصرية موقف بطولي لا ينكره إلا الجاحدون، موقف عظيم والعظم لله للسيد خليفة حفتر في مصر. وبعد ذلك قلدوه أو منحوه نجمة العبور. هذا لابد، في شباب لا يعرفون هذا، وفي ناس قد يكون لا يعرفون هذا، وقد يكون في من يشحد هذا، ولكن لابد أن نوضح للناس أن هذا الرجل قبل أن يكون في الكرامة وقبل أن يقود الجيش العربي الليبي الآن الذي شرعنه مجلس النواب وعدل القانون الجيش رقم 1 سنة 2015، إلا أن كان في مصر في يوم من الأيام يحارب. وبالتالي نحن ومصر، هناك مصطلح عسكري دائما نقول فيه نحن ومصر جسم واحد في خندق واحد. نحن عندما نطلب منهم الدفاع عنا ليس عيب وليس عار. حتى أنا وياك أستاذ مصباح جيران، وهذا يوصل عليه حتى رسول جار جنوب والجار كذا، أنت يا لايا تطلب مني تدخل على الاعتداء عليك، أنا حنتدخل وندافع عليك لأنك تجاري. فما بالك دولتين جارتين مصر وليبيا تربطنا علاقة وطيدة أزلية مصاهرة، علاقة دفاع مشترك أيضا متجانسين، ومصر احتضنت الليبيين في الهجرة زمان، وأيضا دافعت علينا في الأزمة التي عانينا منها التي فاتت هذه. ونحن في مصر ما نعني أن نحن تتخلى عنا مصر. وكلام السيسي في لقاء سابق عند الحدود عندما قال جفرة وسرت خط أحمر يعني ما يقول ولا يمكن يتراجع عن ما قاله، وبالتالي ذهب الوفد الليبي لكي يؤكد على كلام ما قاله رئيس السيسي. ورئيس السيسي قال نقطة أيضا جديرة بالاهتمام، قال عندما يطلب منا الليبيين الدخول حندخل، وعندما يطلب منا الخروج حنخرج، وبالتالي لم نأتي من أجل احتلال ليبيا. وبهذه المناسبة نود أن نوضح للسادة المشاهدين ولأهلنا في مصر يتابعوا فينا الآن، عبد الناصر الله يرحمه في خطابة في يوم من الأيام قال نحن نحيي الشعب الليبي ونحيي الجيش الليبي اللي دافع معنا، وبالتالي لا ننسى مواقف الشعب الليبي من أيام عهد عبد الناصر. وجاء أكد هذا الكلام السيسي من جديد. إذن مواقف مصر مواقف ممتازة، ولا يمكن يتخلوا عن الشعب الليبي في محنة مثل المحنة التي وضعنا فيها. بس بالله في نقطة مهمة جدا لو سمحت، نقطة اليوم لفت انتباهي وهذا ينعكس على من قال هذا الكلام. اليوم صنع الله اللي ماسك المؤسسة اللي لحام اكتفى من بنغازي زي ما يقولوا، ووجوده في المؤسسة جريمة حتى هي، لأن وجوده في المؤسسة هو متحكم في النفط الذي يصدر للخارج، وعندما يقفل النفط ينجعز، وبعد ما الجيش يسلم له
يفعل قوى القهية عليه ويصدى. اليوم شنقال قبل حضوري طبعا هنا الاستوديو المؤسسة الوطنية للنفط تعرب عن قلقها الشديد أزاء استعمال منشآتها النفطية كمواقع حربية وتدين تمركز مرتزقة السوريين والجوجويد في المنشآت النفطية. والمؤسسة وعلى رأسها المدعو صنع الله يقول نقوم بمراقبة الأوضاع عن كثب وتوثيق الأنشطة غير القانونية التي تحدث داخل منشآت المؤسسة. أنا هنا بنوجه سؤال عبر قناتكم الموقرة قناة كل بيين لصنع الله، هذا الكلام مردود عليك يا صنع الله أنت ورئيس المجلس الرئاسي وأيضا محافظ مصر المقال السيدي الكبير، من جاب المرتزقة السوريين؟ من جاب المرتزقة اليمنيين؟ من جاب المرتزقة من دول الجوار تشاد وغيرها؟ من جابهم؟ جبتوهم أنتم بمال ليبيين وتدفعونهم بالعملة الصعبة، ومن ينكر ذلك؟ واليوم يجي تقول المنشآت النفطية تحولت إلى مكان للإرهابيين، الإرهابيين جبتوهم أنتم كالليبيين كانوا يدافعوا وماتوا أبنانا ارتوت دماءهم المواني النفطية والحقول النفطية من أجل تحريرها من الإرهابيين. واليوم تجي تناقض نفسك وتقول والله المنشآت النفطية أصبحت وكر للسوريين، هذا التصريح منك أنت مردود عليك وعليه يجب القضاء يقضيك، وأنا شخصيا نرفع قضية ضدك عبر هذه القناة للنائب طيب. العام لمحاكمتك، لأن أنت تكلمت بنفسك وأنت تدين في نفسك الآن. هذا من جانب. من جانب آخر نقول إن نحن في مجلس النواب كجسم شرعي منتخب من الليبيين مع أي اتفاق يحرر ليبيا من الإرهابيين نتحالف مع مصر مع تونس مع الإمارات مع الأردن مع أي مع السعودية مع أي دولة، مش شرط مصر بس، أي دولة تقول يا ليبيين يا قوات المسلحة يا مجلس النواب هل نتدخل للدفاع عنكم والحماية لكم؟ عندما نقول لهم ما نعم نشعر بالخطر تعالوا ياتوا من خلال جسم شرعي ومن الشعب الليبي، لان المتضررين هم نحن. تو لما يا هل تعلم ان الان تركيا بعد 300 عام من الغزو التركي العثماني وسلمتنا لايطاليا وخلت الشعب الليبي متخلف في هذه اللحظه يجي اليوم تبي تعيد استعمارها للليبيين؟ يجب الليبيين يعوا جيدا دورهم البطول السابق أيام محاربتهم للعثمانيين وأيام محاربتهم للطليان، إن الآن جدوه كل بين يتعاضدوا ويتماسكوا وينسوا أحقادهم ويحاربوا هذا السرطان الآتي من تركيا طيب. السيطرة على ثوات الليبيين. طيب ينضم إلينا عبر الهواء مباشرة من القاهرة الصحفي أبو بكر الشرقاوي والمهتم أيضا بالشأن الليبي، أهلا وسهلا بك سيد الشرقاوي. حضرتك كنت قريب جدا من لقاء القبائل الليبية بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وتبعت كل هذه اللقاءات التي حصلت، كيف تناول الإعلام المصري هذا الحدث وما هي أبرز العناوين التي تصدرت الصحف المصرية؟ تفضل سيد شرقاوي. أهلا بك سيد مصباح وأهلا بك أستاذ إبراهيم الفريد عضو مجلس النواب والعميد سمير راغب، وتحياتي لك ولكل مشاهدي قناة ليبيا الحدث. بالفعل ردود الأفعال في مصر قوية للغاية على اللقاء التاريخي الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي بشيوخ القبائل الليبية والمجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا. كان هناك احتفاء في كل الصحف المصرية بهذا اللقاء، والجميع يتحدث على أن تناول نقطة أن خط سرت الجفرة دعوة سرت خط سرت الجفرة كانت هي دعوة للسلام وليست دعوة للحرب من قبل القوات المسلحة المصرية ومن قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي. أيضا أبرز التناول كان عن فكرة أن عند دخول القوات المصرية إلى ليبيا ستكون خلف الجيش الوطني الليبي وعلى رأسها القبائل الليبية، وعند الدخول سيكون بطلب والخروج سيكون بأمر من القبائل الليبية. الكليات العسكرية المصرية تفتح أبوابها لأبناء الشعب الليبي من أجل تجهيزهم وإعدادهم وتدريبهم لأن يكون الجيش الوطني الليبي ومساندة للجيش الوطني الليبي في حربه على الإرهاب والميليشيات خلال الفترة المقبلة. أعتقد ردود الأفعال أيضا عند شيوخ القبائل خلال بعد اللقاء تحديدا كان الجميع في حالة من الارتياح التام لتصريحات
الرئيس السيسي، خاصة على أن مصر ليس لها أطماع في ليبيا، وأن عندما ستدخل مصر إلى ليبيا سيكون من أجل إقامة مؤسسات الدولة الوطنية في ليبيا، مساعدة الجيش الوطني الليبي في مهامه لردع العدوان التركي على ليبيا، وأيضا فكرة الارتياح التام لأن يكون هو تدخل مصر وحماية للأمن القومي العربي بين مصر وليبيا الممثل في ردع العدوان التركي ومواجهة الأتراك في محاولة طمس الهوية العربية سواء كانت في الوقت الراهن. طيب هل السيد شرقاوي هل يدرك المصريين فعلا أو المواطن المصري الخطر المحدق بهم من ناحية الغرب المصري أو الحدود الغربية لمصر، الخطر التركي القريب الذي يهدد ليبيا وبالتالي مصر من بعد، هل يدرك المواطن المصري؟ هل احتكيت بالمواطنين المصريين وفهمت رأيهم في هذا الموضوع أن من غربهم أن في دولة تتعرض للاحتلال الآن والغزو وربما سوف يكون على ملاصق الحدود مع دولة مصر، يعني موقف المواطنين المصريين حيال ذلك؟ في الحقيقة كان هناك عدة تساؤلات، يعني في الفترة الماضية كان هناك تساؤلات أيهما أولى، التوجه نحو حل الملف سهل النهضة أم حل أزمة الأمن القومي في الملف الليبي، حل ملف شمال مصر في ثروات شرق المتوسط ومحاولة اعتداء تركيا على ثروات شرق المتوسط بالنسبة لمصر، أيضا ملف سيناء وملف الإرهاب. أعتقد أن كانت الردود واضحة أن مصر دولة كبيرة، مصر دولة مؤسسات، هناك مجموعات عمل سواء كانت على مستوى الرئاسة المصرية أو على مستوى وزارة الخارجية المصرية، مجموعات عمل تعمل على كل ملف على حدة، فأصبح الجميع مدرك حجم التدخل التركي، خاصة التصريحات الاستفزازية من جانب جماعة الإخوان المسلمين وأبواقهم الإعلامية، أيضا التصريحات الاستفزازية التي يخرج بها أردوغان بأنه جاء إلى ليبيا للأبد وأنه متجه نحو الحدود المصرية ومتجه نحو الشرق الليبي. أعتقد أن الجميع أصبح مدركا ما يحاك للأمن القومي العربي بشكل عام والأمن القومي المصري بشكل خاص، فبالتالي المواطن شيئا فشيئا أصبح المواطن العادي البسيط المصري أصبح يدرك حجم الخطر الذي يحيط به تركيا. بدأ لها أطماع في ثروات الشعب المصري ولها أطماع في ثروات الشعب الليبي الممثلة في الحقول النفطية وأيضا حقول الغاز، فالجميع يدرك، الجميع يدرك أيضا خاصة بعد الضرب التركي المستمر خلال الشهر الماضي على شمال العراق، الجميع يجد أن تركيا تحاول فرض هيمنتها من أجل تحقيق أطماعها الاقتصادية لمحاولة إنقاذ اقتصادها في المتهاوي خلال الفترة الأخيرة، فأصبح الجميع يدرك حجم الخطر الذي يلاحق الجميع. يعني منذ قليل أيضا كان هناك حتى يعني على المستوى العربي كان هناك منذ قليل اتصال بين الفريق محمد زكي وزير الدفاع المصري ووزير الدفاع السعودي خلال الدقائق الماضية حول فكرة حماية الأمن القومي العربي، وأكدت المملكة العربية السعودية على دعمها لمصر في كل الخطوات التي ستتخذها من أجل ردع العدوان التركي وحماية الأمن القومي العربي سواء كان في ليبيا أو في أي بطبيعة الحال. نعم، شكرا جزيلا لك السيد أبو بكر الشرقاوي الصحفي المصري، كنت مع عبر الهواء مباشرة من القاهرة. وأعود إلى سيادة العميد سمير راغب. سيادة العميد، يعني تابعنا التطور الأخير الآن أو تطور الوضع، تركيا تضغط على ليبيا وبالتالي حاولت الضغط بشكل مستمر على مصر من خلال شاهدنا لقاءات إثيوبية تركية مؤخرا، وكيف تبعت حضرتك اللقاء المفاجئ الذي جمع بين وزير الخارجية التركي مولود شاويش أوغلو والممثل الخاص لرئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد؟ كيف تبعت ذلك وما الذي تجرؤ عليه الآن تركيا أو ما الذي تفكر فيه تركيا الآن في هذه الفترة، خصوصا مع فترة غزوها لليبيا وعملية المد التي تحاول أن تمدها ناحية برقة؟ تفضل. لم يكن مفاجئ الحقيقة، لأن احنا بنتابع الوجود التركي سواء في القرن الأفريقي أو في جنوب البحر الأحمر وخاصة في جيبوتي وفي الصومال، وبعلاقة مع أثيوبيا بتنشط مع بدء فكرة سد النهضة وليس الآن، لكن في وجود الإخوان كان يعني هناك
يعني عمل على بطء مش بسرعه. ما بعد ثوره 30/6 كان في تركيز على فكره حصار مصر، سواء والوطن العربي كله الحقيقه مش مصر بس، يعني تتواجد في جنوبه، سواء كان في القرن الافريقي في اثيوبيا، تتواجد في شماله في العراق وسوريا، تتواجد في 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 اقصى الشرق في قطر، تتواجد في الغرب في ليبيا. فلم يكن مفاجأة، يعني تركيا مهمتها النهائية هي مصر. هي مصر لما كانت مستهدفة في 2011 بالمركز، يعني كان التركيز على المركز فيما يطلق عليه الربيع العربي. بعد فشل، يعني ما كانش حالة الصدام في ليبيا كما نراها الآن. ما بعد ثورة 30/6 بدأ التفكير في استنزاف المركز عن طريق الأطراف، الوجود في ليبيا، الوجود في شمال سوريا، في شمال العراق، في مناطق أخرى، في جنوب البحر الأحمر وما له أهمية استراتيجية لمصر عشان قناة السويس، الوجود في مناطق شرق المتوسط كأحد مصادر الدخل والغاز لمصر. فلم يكن مفاجئ للأسف الشديد، يعني هم بيتخيلوا أننا لا نسمع ولا لا نرى ولا نعرف. احنا عندنا معلومات كافية عن اللي بتتحرك فيه. انا كباحث، يعني طبعا الاجهزه عندها معلومات اكيد اكتر من كده، يعني فلما انا كباحث عندي المعلومات دي، فاكيد الاجهزه عندها معلومات اكتر. فالفكره في المرتزقه دول، ما بعد الاستيلاء على الهلال النفطي لا قدر الله، هيكون لهم مهمه، المهمه دي احياء تهديدات الظهير الصحراوي الغربي اللي كانت في 2015 و2017. فالمرتزقه كده كده بياخدوا 2000 دولار، فمش هيقعدوا بعد ما يخلصوا معارك فاضيين. ومن الممكن ان وجدوا ثغره للوصول للحدود، يعني ممكن يعني عيطوا يبون، يعني اتفضل. بالفعل يعني هو يعني فاحنا متنبهين، لكن انا عايز ارد بس على موضوع الراي العام، يعني استكمالا لضيفك الكريم. اتفضل. ما بعد كلمه زمن الرئيس في 20 يونيو في قاعده براني، الرأي العام المصري فجأة بقى كله بيتابع ما يحدث في ليبيا. قبلها ما كانش فيه اهتمام غير من النخب والمهتمين واللي ليهم علاقة نسب أو قرابة أو اشتغلوا في ليبيا. لكن من 20 يونيو بدأ فعلا حتى لقاءاتنا، يعني أنا بعلق على الأحداث في ليبيا من 2014 ربما قبل إعادة تشكيل الجيش الوطني الليبي. ما حصلش فترة ألاقي ناس بتتابعني وبتسأل في ليبيا قد الفترة من 20 يونيو حتى الآن. أما ما يتعلق بأسبقيات الأمن القومي المصري، فلا تعارض ما بين أن مصر تحافظ على حقوقها المائية في أثيوبيا، وما بين أنها تحافظ على الأمن القومي والتهديد المباشر فيما يتعلق بالأمن القومي الليبي والمصري المشترك. تعقيب أخير على أستاذ إدريس، يمكن لو كنت سمعت صح. نعم نعم. الفكرة في تفويض القبائل ليس في أن تضع الخطط العسكرية مع الجيش المصري. من يقوم بذلك هو الجيش الوطني الليبي، وحال التدخل هيكون في غرف عمليات مشتركة وضباط اتصال وتنسيق كامل. نعم. يعني لو البرلمان المصري وافق على تدخل القوات المسلحة المصرية هو بيعطي الموافقة، لكن التفاصيل بتكون للقوات المسلحة، حجم القوات، تشكيل القوات، مهمة القوات، تسليحها، ده مش مهمة. يعني الفكرة في القبائل انها بتفتح الطريق الشرعي وتترك التفاصيل. نعم. للجيش الوطني الليبي. نعم. واضح. لقيادة المشير خليفة حفتر. دعني أنتقل بنقطة مهمة. نعم. سيادة العميد إلى سيد إبراهيم الصغيد. هنالك صمت أممي كبير جدا على المرتزقة والإرهابيين، وآخرهم إرهابيين من تونس واليمن، تجاوز عددهم الألاف. يعني كيف يتعامل المجتمع الدولي مع هذا الخطر الدهم بكل هذا البرود؟ لدينا دقيقة واحدة. سيد إبراهيم تفضل. أولا، المجتمع الدولي للأسف شديد والمتمثل على الأقل حسب المفهوم البسيط في مجلس الأمن. مجلس الأمن كل بين فترة وفترة يبعث في بعثة الأمم المتحدة لليبيا، وتتمنى البعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن المشهد في ليبيا لم ينتهي. إضافة لذلك، أنا شخصيا على الأقل على الصعيد الشخصي ولمتابعتي الأمور، التدخل التركي في ليبيا كان من وراء أمريكا. لقد ساهمت أمريكا في دخول الأتراك إلى ليبيا، كناية في من؟ في روسيا، لأن روسيا تمثل قطب
وايضا امريكا تحاول قدر الامكان ان هي يكون لها موضع قدم في ليبيا. دخلت تركيا بقوه وهي تشاهد بام عينها امريكا في الاتراك وهم يدخلوا بقواتهم وباساطيلهم وببرواجهم الحربيه، وهم الذين ضربوا بالصواريخ قاعده الحقبه النافع الوطيه امام مرأة ومسمع، وايضا الاقمار الصناعيه وامريكا تشاهد ولم تحرك ساكن، وايضا لم تحرك ساكن البعثه المتحده اللي عشعش فيها العنكبوت من ايام متري الى سلام الذي غادر وللان في مكانه ستيفن. وبالتالي لا نعلق كثيرا. وبعدين امريكا بالذات الان مش مهتمه بشان ليبي، لماذا؟ لان قادمين على انتخابات امريكيه. لانه هو بالنسبه لهم ملف بارد ما هوش ملف سهل. بالنسبه لهم وبالنسبه على الليبيين ان هم انفسهم يشقوا بانفسهم ويحاولوا قدر الامكان يجتمعوا ويحلوا مشاكلهم. أشكرك. وانا دائما وابدا ننادي ان حل المشكل في ليبيا لابد ان يكون ليبي ليبي وداخل ليبيا. لا نعلق على المجتمع الدولي ولا على مجلس الامن ولا على امريكا يشوا بعصاتهم علينا يخوفونا، لان لم يقوموا بدورنا الطبيعي على اكمل وجه. شكرا. قبل ما ننهي بس عندي جزئيه تفضل لابد ان اقولها بامان. بهذه المناسبه نحيي من قناتكم السيد فخامه رئيس مجلس النواب، رئيس مجلس النواب والقائد الاعلى للقوات المسلحه، خلال زياراتها للجزائر وروسيا وجنيف واخرها ايطاليا لنقل ما يسمى بالمبادره الجديده لليبيا لحل المشكل في ليبيا، هو الغاء المجلس الرئاسي هذا من الامم المتحده وايضا البعثه المتحده، ومجلس رئاسي جديد يتكون من رئيس ونائبين، كل اقليم يختار واحد، وبالتالي هذا المجلس الجديد يختار رئيس حكومه منفصل ويشكل حكومته ويقدمها لمجلس النواب لياخذ شرعيه، ولكي هذه الحكومه تكون حكومه وطنيه بامتياز. هذا هو الحل الامثل للمشكل الليبي، وبالتالي على الليبيين ان يوافقوا كل اقاليم الثلاثه على هذا المقترح اللي هو وافق عليه مجلس النواب وبعثة الامم المتحده في عهد السلامه، قدمت فيه مذكره وعلى ضوء ذلك عدلنا الاعلان الدستوري على انتخاب مجلس رئاسي جديد من رئيس ونائبين، ورئيس ونائبين يختار رئيس حكومه جديد. نعم. لحل المشكله في ليبيا. شكرا جزيلا لك. نعم سياده النائب ابراهيم الصغيد عضو مجلس النواب كنت معي هنا في الاستوديو، وشكرا أيضا موصول لكل ضيوفنا، والعميد سمير راغب رئيس المؤسسة العربية للدراسات الاستراتيجية كنت معي عبر الهواء مباشرة من القاهرة. شكرا جزيلا لكم أنتم أيضا مشاهدين على طيب المتابعة، وفي الختام تقبل تحياتي وفي أمان الله. شكرا.